السلام عليكم. حريق هائل جدا في ميناء الإسكندرية. اللي حصل ان في حريق في الميناء من باب 18 لغاية باب 22. الحريق حصل وكان ضخم، وتوجه سيارات الإسعاف تقريبا حوالي 16 عربية علشان خاطر تساعد في إطفاء هذا الحريق. الحريق مدته قعدت حوالي 6 ساعات. طبعا كان في رياح شديدة ساعدت على صعوبة إطفاء الحريق. المحامي العام الأول المستشار محمد لاشين ورئيس النيابة المستشار عمر سليم بيحققوا في الموضوع، وإن شاء الله يعني الناس مخضرمين وعارفين شغلهم كويس وهيوصلوا للسبب الحادث. أيا كان بقى، إهمال، ماس كهربائي، في كاميرات مراقبة هتقدر تحدد الحريق ابتدى إمتى بالظبط، في شهود عيان. المشكلة ان المكان اللي حصل فيه الحريق كان فيه متشوم فيه حاجات في الجمرك، مواد قابلة للاشتعال يعني عطور، مواد كحولية، فصعبت الامر في الاطفاء. بس يعني الحريق كان قوي جدا لدرجة ان المبنى اللي مكون من حوالي 5 ادوار تقريبا اخر دورين تهدم منهم اجزاء من ارتفاع درجة الحرارة. طبعا الحرائق لما بتعمل ارتفاع درجة حرارة جامد جدا بيؤدي ان الحديد ذات نفسه اللي شايل المباني في المكان اللي مرتفع فيه درجة الحرارة بيبقى مرن الى حد ما، فما بيبقاش شايل الحمل بتاعه، فممكن مبنى يسقط من حريق زي ما حصل في مبنى التجارة العالمي كده. المبنى أغلبه مصنوع من الحديد، فمع ارتفاع درجة الحرارة فالمبنى كله نزل من فوق لتحت. بس يعني احنا عندنا الحمد لله قدروا يسيطروا على الحريق، وربنا يسهل لكم بعد كده في إجراءات احترازية أكتر، إمكانيات أعلى. وطبعا في ميناء اسكندرية الإجراءات دي موجودة يعني تحسبا، لأن ده مكان موجود فيه يعتبر مخازن مشونة من حاجات جاية من جميع أنحاء العالم، فالإمكانيات دي موجودة. وطبعا عشان كان فيه ريح شديدة في اليوم دوت، يعني تعتبر اللي كان فيه مشكلة في حركة الملاحة، فالحرائق بوجه عام لما يكون فيه ريح شديدة بتبقى صعب السيطرة عليها، زي أن المخازن دي كان فيها مواد كحولية وعطور، فدي كلها قابلة للاشتعال برضو صعبت من الأمر. بس يعني في النهاية الموضوع اتسيطر عليه قدروا يطفوا الحريق دوت، وهم دلوقتي في مرحلة البحث عشان يعرفوا سبب الحريق الأساسي كان إيه، هل هو ماس، هل هو إهمال، هل هو في فعل فاعل، هل في حاجة تخريبية. ولكن الأجواء والجو المبدئيا بيقول إن هو ممكن يكون أمر عادي، يعني ممكن سيجارة تعمل حريقة، ممكن سيجارة تولع غابة، حاجة صغيرة ممكن تؤدي كارثة. فيعني ربنا يسهل الحاجات دي ما تتكررش تاني. شكرا.